يبدو بأن اللغز أصل فيروس كورونا سيستمر كأحجية تعمق السياسة من المساعي العلمية للوصول إلى أجوبة عنها. فأجواء التفاؤل التي عبرت عنها زيارة فريق محققي منظمة الصحة العالمية إلى ووهان بحثا عن منشأ الفيروس تلاشت على وقع عودة خبراء المنظمة لمطالبة الصين ببيانات إضافية. موقف المنظمة وتغير نبرتها رآهم راقبون مدفوعا بتصريحات أمريكية صدرت عن مستشار الأمن القومي ردد فيها مخاوف أثارتها الإدارة الأمريكية السابقة عن أصل الوباء وإهمال احتوائه قبل اتساعه وتحوله إلى جائحة عالمية. مباشرة أرحب بضيفي من لندن استشاري الأمراض المعدية والباحث في علم الوبائيات الدكتور مصطفى جاوش. دكتور مصطفى أهلا بك بداية. هل برأيك من السهل منظمة أهلا بك من السهل منظمة الصحة العالمية بعد عام على انتشار هذا الفيروس وإعلانه لاحقا كجائحة أو وباء أن تستطيع أن تفحص البيانات وتؤكد أصل ومنشأ الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الصغيرة حضرتك والجميع السادة المشاهدين. أول حاجة طبعا كلام حضرتك صح، من الصعب جدا على منظمة الصحة العالمية أو أي باحث في موضوع التقصي الوبائي أنه يوصل لمصدر العدوى أو تحديد الفيروس، خاصة بعد مرور عام كامل وبعد أن أصبحت وهان نفسها خالية من الفيروس وتعمل عملية غسيل وتطهير وتعقيم كامل على مدى ذلك العام. الحقيقة دي نقطة في منتهى الصعوبة، وكان متوقع ان فريق الصحه العالميه يعني يستطيع الوصول الى نتيجه، خاصه وان فريق الصحه العالميه يتلقى بياناته من الحكومه الصينيه، يعني ليس عنده الاليه الذاتيه في البحث والتقصي. يعني هو معظم كلامه وحتى بعض اعضاء الفريق الصحه العالميه اعلن ان كان في بعض من التحفظات من الحكومه الصينيه على بعض طلبات طلبها الفريق فعلا من الحكومه الصينيه، وبالتالي كان توجد قدر كبير جدا من الصعوبه البالغه في تحديد مصدر الفيروس او مصدر العدوى عند بدايتها في ووهان كما تم الاعلام. طب دكتور مصطفى هنا بالنسبه لك اليك كباحث في علم الوبائيات، اي الفرضيات اقرب تمتلك ربما الكثير من المعززات؟ يعني هناك يجري استبعاد ان يكون الفيروس اتى من مخبر في ووهان، الحديث عن خفافيش، لكن يجري الحديث أو البحث عن الوسيط قبل أن ينتقل إلى البشر. هو في الحقيقة أن الصحة العالمية لما توجهت إلى الصين في منتصف شهر يناير الماضي أو 14 يناير كان عندها حقيقة أربع احتمالات معلنة. قالت إما يكون المصدر من حيوان بذاته أو يكون من حيوان إلى حيوان آخر وسيط، أو يكون عبر سلاسل الأغذية المجمدة اللي بتوصل ليوهان من منطقة جنوب شرق آسيا بالكامل، أو يكون تسرب من مختبر في الفيروسات في يوهان اللي هو بقاله 5 سنين شغال وعلى مستوى عالي من التقنية والتكنولوجيا. الحقيقة كانت دي كانت الفرضيات في البداية، لكن الحقيقة لو جينا ناخدها يعني فرضية الخفاش اللي أعلنوا عنه قالوا إنه بيعيش منطقة كهوف بعيدة جدا وكهوف عميقة ومن الصعب وصوله الى المنطقه المأهولة بالسكان. قالوا الفرضيه الثانيه يكون عبر حيوان وسيط، ولكن ايضا كيف الوصول اليه حاليا الى ذلك الحيوان الوسيط في منطقه اصبحت شبه معقمه الى مسوء الحيوانات الحيه في ووهان. كان الاحتمال الثالث وكان الصحه العالميه قالته في البيان الختامي ان المنطقه جنوب شرق اسيا وعبر سلاسل الاغذيه المبرده يكون على سطح الاغذيه المجمده، ده هذا الاحتمال حتى الان لم يتم بحثه او اخذ قرار فيه. كان الاحتمال الرابع يكون تسرب من داخل المختبر اللي هو مختبر الفيروسات او التقني داخل مدينه ووهان، ولكن كان ده تم نفيه تماما انه ليس من داخل المختبر. والحقيقه كان الامر المستغرب في مقابل الاتهامات الامريكيه على مدار العام الماضي كله. يبقى بالتالي هيظل عند الصحة العالمية الفرصة اللي أعلنتها إنها تبحث في المنطقة كلها وتوسع دائرة التقصي الوبائي لمعرفة مصدر الفيروس في أكثر من دولة غير الصين. وطبعا دي فرضية أعتقد أيضا يكون من الصعب الوصول فيها إلى قرار حاسم بعد مرور عام كامل على بدء ظهور أو الإعلان عن الوباء. طيب برأيك دكتور، ترى أن إجراءات منظمة الصحة العالمية ربما يلفها التضارب، عدم الوضوح، فكل يوم هناك بيان مختلف عن سابقه أو ينفي ما يتم تأكيده ربما سابقا؟ دكتور مصطفى تسمعني؟ مع زيارة الصوت
صوت في نوع من التقطيع، صوت غير طيب واضح. يعني سأعيد السؤال، تعتقد أن إجراءات منظمة الصحة العالمية ربما يلفها التضارب وعدم الوضوح؟ هو الحقيقة إن الآليات نفسها غير متاحة بالصورة اللي نعرفها في علم الربائيات. يعني المفروض هو عنده آلية لجمع البيانات، كيف يجمع بيانات في مكان هو تحت المراقبة زي ما تم الإعلان من الحكومة الصينية، ومصدر البيانات الوحيد هي الحكومة وليس عنده آلية ذاتية البحث في البيانات. الآليات الثانية الحقيقة إنه بيكون عنده الالتقاء بالأشخاص في الأماكن المختلفة، ودي كانت أيضا ممنوعة تماما بالنسبة له، انه حتى يقابل المرضى او المصابين. من قبل ذلك كان عنده يعني نموذج التحقيق اللي بيشتغل بيه، يعني كان الى حد ما في نوع من الصعوبه. لكن هو الحقيقه ان وصول الصحه العالميه الى الصين بعد عام، ان كان ده يعتبر في حد ذاته مكسب علمي، لان بقى لنا حوالي سنه كامله في رفض تام من الصين لدخول منظمه الصحه العالميه للاراضي الصينيه. يعني مجرد السماح لوفد اجنبي بدخول الصين يعتبر بالنسبه لطبيعه النظام في الصين او النظام المعروف عن طبيعه المجتمع الصيني تحديدا، يعتبر في حد ذاته خطوه ايجابيه من الحكومه الصينيه كون سمحت الصحفيين تدخل. لكن الحقيقه لم يكن يوجد امل عند اي دوله في العالم ان يتم الوصول الى حقائق، يعني حقائق واضحه من خلال الصحه العالميه بخبراء. يعني صار راح فريق ب 13 خبير من اكثر من دوله في العالم بخبرات متنوعه وامكانيات عاليه جدا، ولكن طبيعه الحركه محدوده، طبيعه حريه التناول داخل المجتمع الصيني ايضا محدوده للصحه او لغيرها. فبالتالي هم قدروا يقولوا ان ايوه المعمل بريء، ولكن ايضا تلك القرار من الصحه العالميه بعد سنه كامله من تعقيم وتطهير المكان، اعتقد ايضا يعني امر مشكوك في مصداقيته بالنسبه للناحيه العلميه على مستوى العالم. انا اشكرك من العاصمه البريطانيه لندن الباحث في علم الوبائيات الدكتور مصطفى جاو، شكرا جزيلا لك.